جددت كل من فودافون مصر ومنصة واتشت الترفيهية شراكتهما في حفل توقيع حضره عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة واتشت، وكذلك محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر. تأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز تجربة الترفيه الرقمي لعملاء فودافون مصر. التجربة كانت تجربة ناجحة في الفترة اللي فاتت، وإحنا ده استكمال للتجربة الناجحة اللي عملناها مع فودافون. والحقيقة الشراكة ما بيننا وما بين فودافون طول عمرها شراكة مثمرة. الواتشت بالنسبة لنا من أهم المشاريع اللي إحنا عملناها في الشركة المتحدة، والحمد لله هي في الصعود دائم في الفترة اللي فاتت. حتى تجربة البرودكشن تجربة مختلفة، عندنا 10 حلقات وعندنا 8 حلقات، عندنا شكل مختلف عن اللي بتقدم على التلفزيون. السيرفيس اللي بتقدمها فودافون لعملائها بتزيد من المشتركين عندهم، وفي نفس الوقت عندنا احنا كمان نفس القصة، البيز بتاع فودافون بيز كبير واحنا مترجتينه بشكل كبير لانه بيزود من البيز عندنا من المشاهدين بتاعنا. الشراكة دي طبعا السبب بتاع التجديد الاساسي بيها هي النجاح اللي احنا حققناه في خلال الفترة اللي فاتت، وده خلانا حتى ان احنا نقدر ان احنا نقول ان احنا عايزين نجدد الشراكة اللي بيننا وما بين فودافون مصر، لانها كانت شراكة ناجحة من أبعاد كثيرة، سواء كانت من الناحية التسويقية، من الناحية الترفيهية، الوصول أكتر للمواطنين. النهاردة كل الأغلبية الناس بتستخدم أو بتعتمد على الموبايل عشان توصل من خلاله للإنترنت، لو بكلم بمفهوم الأوسع يعني. وبالتالي واتشت هي وسيلة الدخول إليها، هي لازم يكون في وجود إنترنت وديتا. وكان أهم حاجة لينا بالنسبة لنا يبقى معنا شريك أساسي من التليكوم أوبريتورز أو شركات المحمول، أهمهم بالنسبة لي فودافون. وبالتالي كان مهمنا ان احنا نعزز هذه الشراكة من خلال ان احنا نعمل شراكة اخرى تانية طبعا مع فودافون، نقدر نوصل فيها لعدد مستخدمين اقدر بشكل اكتر. فودافون بتتيح لواتشت ازوال ان هي توصل مش بس عن طريق الموبايل او عن طريق الداتا والباكيجز المختلفة والأوفرز اللي احنا بنقدر ان احنا نقدمها، بنقدر نوصل لكل كافة الشرائح المجتمعية، ودي كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا ان احنا نقدر نوصل لكل المواطنين في كل الاماكن المختلفة في مصر من خلال التغطية بتاعة فودافون. الشراكة ما بيننا وما بين واتشت ممتدة من 2020، واحنا دي احد الشراكات اللي احنا فخورين بيها، لان هي بتأثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للعميل، واحنا نحب نبقى متواجدين ونديهم اكتر من المحتوى اللي هما بيحبوا يتفرجوا عليه. صراحة واتشت تفوقوا في الفترة اللي فاتت، كان عندهم اعمال اصلية زي ريفو زي بالتو، وبانت قد ايه المصريين بيحبوا يتفرجوا على النوع ده من المحتوى. احنا هنطبق ده على ارض الواقع، ان احنا هنشتغل بشكل قريب جدا مع واتشت انه يبقى فيه اعمال اكتر، وخصوصا ان رمضان 2025 احنا عارفين واتشت ابتدوا يحضروا له. وزي ما احنا كان عندنا لسه حمله دعائيه كبيره ياسمين عبد العزيز فيها، وكانت واتشت جزء كبير من الحمله دي، ان شاء الله هيبقى فيه على ارض الواقع حملات كتيره بتبروموت الشراكه اللي بيننا وبين واتشت.